مشاركتنا هذه اللحظه الاستثنائيه والمتجسده في الاحتفال اولا باليوم العالمي للجمارك لسنه 2020 والذي اختير له شعار الاستدامه في صميم العمل الجمركي من اجل المجتمع والرخاء والكوكب. La durabilité au cours de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. وعليه فقد تم اغتنام الفرصه من اجل تدشين المديريه الجهويه للجنوب لمدينه الداخله. هذه المديريه التي يمتد نفوذها على جهتين، جهه الداخله وادي الذهب وجهه عيون الساقيه الحمراء. مواكبه بذلك النمو الاقتصادي الذي تعرفه المنطقه وخاصة معبر قرقارات الذي يعتبر بوابة المغرب على القارة الإفريقية والنمو الذي يعرفه هذا المعبر في الآونة الأخيرة. وما قرر بناء المتوسط بناء الأطلسي بالداخلة إلا تجسيدا لهذا النمو الذي تعرفه المنطقة. تخلد المديرية الجهوية للجمارك بالجنوب إسوة بباقي المديريات الجهوية بالمملكة هذا اليوم العالمي للجمارك، وذلك تحت شعار الاستدامة في صميم العمل الجمركي من أجل المجتمع والرخاء والكوكب. وقد تم اغتنام هذه الفرصة، فرصة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لتدشين المديرية الجهوية بمدينة الداخلة، وذلك مواكبة من هذه المديرية للنمو التي تعرفه المنطقة، خاصة نمو الذي تعرفه بوابة القرقارات والتي تعتبر اليوم بوابة المغرب على إفريقيا في التبادل التجاري والاقتصادي. هذا النمو الذي تجسده قرار بناء الميناء الأطلسي بمدينة الداخلة أساسا كان لتقريب الجمرك او المرفق العمومي من المرتفقين، وخاصه في جميع التصاريح الجمركيه هي تقام بمدينه قرقارات، جميع نقول اغلب التصاريح الجمركيه واغلب المبادره التجاريه التي تدخل الى المنطقه هي عبر بوابه القرقارات والميناء الاطلسي مستقبلا. نطاق واسع للتدخل ومهام متنوعه في الموانئ، المطارات، الحدود البرية، الطرق والطرق السيارة، وفي أماكن أخرى، فغايتها المساهمة في تحقيق المصلحة العامة ورغبتها أن تكون في مستوى طموحات المملكة خدمة للنمو الاقتصادي. Maximum de couverture médicamenteuse au niveau de notre pays. Donc la réduction du droit d'importation du 25 à 10% sur certains demi-produits utilisés pour la fabrication des accessoires de voitures, par exemple, vu l'émergence de cette industrie, que ce soit à Tanger, bientôt à Nador, ainsi de suite. Donc la réduction de droit d'importation de 40% à 17% sur les longes de temps, c'est aussi un produit qui rentre dans la fabrication des conserves de thon. Donc la réduction de ce droit d'importation va encourager ces industries émergentes à aller de l'avant. Et l'exemple type aussi pour les vaches, une pièce détachée primordiale pour la production des chambres. Voilà. Donc la troisième mission, c'est la contribution à la protection des citoyens, de l'environnement et du patrimoine social. Comme vous le savez bien, à la frontière, l'administration des douanes et impôts indirects